أكيد. غلطتنا تركنا الفراغ اللي بيننا يكبر، خلينا ننهي اليوم قصتنا أحسن ما نتورط سوا. أطلقت الفنانة سابيني كليب طلقني من إنتاج شركة لايف ستايل ستوديو ومن إخراج سعيد المرول، أغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع داني حلو. طبعاً الأغنية تصورت قبل ما يبدأ المخرج سعيد المرول علاجه، وتم تصوير الكليب على طريقة الوان تيك شوت، طبعاً من دون أي عملية مونتاج أو أي دعم تقني أو أي مؤثرات، وإنما العمل عبارة عن 4 دقائق من مشهد مسرحي لايف. رح نحكي كمان كريم بالنسبة للوضع الصحي للمخرج اللي منحبه كثير سعيد المروق، فهو رح يخضع ل 33 جلسة علاج شعاعي و 8 جلسات علاج كيماوي بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت. العلاج رح يكون بشكل يومي ما عدا السبت والأحد، ومن بعدها رح يعمل صور وسكانر، وعلى ضوء النتائج بيبقى ببيروت للعلاج أو بسافر للخارج. يعني نحن بنتمنى له الشفاء. بتعرف سعيد هو مثال يحتذى به لكل هالاشخاص اللي عم يمرقوا بعيد الشر عن كل العالم بهالمرض البشع، لانه عم بيقاوموا بنفسيه كثير كبيره وبايمان كثير عالي، فتحيه كثير كبيره لسعيد. صح. هلا بالنسبه لسابين، سابين راجعة بزخم، هي بتختفي وبترجع بتختفي، ما بعرف قديه صحيه هيدي الشغله انه على طول بتنزل كل شغلة مع بعض أوقات بتختفي. وهلأ من يومين نزل كليب طبعا للمخرج فادي حداد كمان لسابين، يمكن لأنه بعتقد كان في مشكلة إنتاجية وسام، ما بعرف، بس سابين بنحبها وصوت حلو وصبية عم بتشق طريقة إذا فينا نقول، كمان نتمنى لها التوفيق. هلأ ناقصها هيك شيء بعد شوي هيك، ما بعرف شو، إلا ما بدك أنت. لا لا بناقصها شيء صغير من محبتنا لإلها، يعني هيك في شيء ما بعرف شو هو، بس في شيء نقصها لسابين. إن شاء الله بالأيام الجاية تلاقيه هيدا الشيء. طيب إن شاء الله. وأخيرا والحمد لله.